أمينة لله دخلت أمي برجليها وخرجت مشلولة ما كتهضر ما كتدوي ما عطاوها لا دواء الطونسيون ولا دواء السكر حيدوا لها الغابيد داروا لها بلا عادية تقطع لها حرق وقيلة ومشى لها كل شيء المرا ما كتشوفش كيقولوا لها خذي دواك كيفاش غتاخذ دواء هي ماتت ودات سرها مع عند ربي حسبي الله ونعم الوكيل فيهم حسبي الله ونعم الوكيل فيهم انا امي مشات ولكن انا كنوصي الناس شدوا والديكم عندكم في ديوركم وداوي والديكم في ديوركم وخليو امواتكم في ديوركم وخليو امواتكم في ديوركم وخلي والديكم في ديوركم وشوونا في امي بنا والبارح امي كانت حيه واليوم ميته واذكرت لي على امي حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله الام دابا كانت دوالو قصدي ليها كانت لي مالادي كرونيك واش اللي في كورونا غيموت بساتوراسيون 96 امبوسيبل 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 مي مات استهمال طبي مي مات ما كانوش كيعطيو دواها وهي كتموت كتقول املوغ 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 يعني الدواء ديال لاطونسيون مي كانت كتموت كتسول على دواها على دواء لله ما اعطى ولله ما اخذ انا لله واليه راجعون يا ربي تاخذ الحق كنتمنى من المسؤولين يفتحوا تحقيق في هذا الملف راه حنا هذيك مهمتنا وتشوينا فيها مهمتنا وتشوينا فيها الحمد لله الحمد لله شنو اخر كلام تبغي توجهي للناس يا ربي كنوجه للناس خذوا امكم وشدوا معتكم في ديوركم وداووهم في ديوركم داووا امكم في ديوركم داووا والديكم في ديوركم ابوناو فلاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ايام 24 عيونكم التي لا تنام.